تطورات متسارعة تشهدها الجبهات القتالية في الظالع، وتحولات عديدة تفتح الباب أمام الشرعية والقوات المساندة لها لاستعادة مواقع استراتيجية كانت قد خسرتها خلال الفترة السابقة في المحافظة قوات الجيش وفي جديد تحركها تمكنت من احكام السيطره على مناطق استراتيجيه بعد ايام من تحرير مدينه قعطبه فيما لا تزال المعارك مستمره بين القوات المشتركه وميليشيا الحوثي في المناطق الشماليه من الظالع وفي حين يسعى الحوثيون للعوده الى الاماكن التي كانت تشكل تغيرا كبيرا في خارطه المواجهات، قال مصدر ميداني ان الجيش تمكن من احباط محاولات تسلل عديده باتجاه منطقه صامح. بالتزامن مع مواجهات في عزله الدوير شمالي المديريه. المصدر اوضح ان وحدات عسكريه تمكنت من التقدم ايضا باتجاه تبه خزان فيما لقيت عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعها واصيب اخرون في المواجهات. وفي الاتجاه الاخر من المحافظه وتحديدا في منطقه عيس، اكدت مصادر عسكريه لقناه بلقيس ان ميليشيا الحوثي المتمركزه في يعيس والسون شنت هجوما على مواقع الجيش في الزيله غرب مريس الا ان الجيش مسنودا بقوات العمالقه تمكن من صد الهجوم تحولات جديده اذا يشهدها الواقع الميداني في الظالع المحافظه التي تعد البوابه الشماليه للجنوب والتي تؤثر جغرافيتها على محافظات الوسط وغيرها من المناطق